في تطور كبير بيحصل كل يوم في عالم الروبوتات. تقريبا روبوت أصبح موجود في كل المجالات، حتى في الطب والعمليات الجراحية. وفي التقرير اللي جاي هنشوف إيه 3 نماذج من الروبوتات اللي بيقدروا يعملوا وظائف مختلفة واستثنائية بتفوق في بعض الأحيان مهارة البشر. يظهر كده أن العلماء والباحثين والمبتكرين من كل دول العالم أصبح شغلهم الشاغل دلوقتي هو التفرغ لصناعة روبوتات بمواصفات مختلفة وغريبة. آخر الاكتشافات الجديدة في سوق الصناعة دي تم الكشف عن 3 روبوتات بيقوموا بوظائف مختلفة وجديدة واستثنائية. في أمريكا مثلاً، في مجموعة من العلماء في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي ابتكروا أصغر روبوت في العالم بينجز مهمات دقيقة جداً في العديد من المجالات. الروبوت ده عرضه 0.5 ملليمتر وبيتم التحكم فيه عن بعد، ده غير إن عنده قدرة كبيرة على الانكماش والقفز من مسافات عالية جداً. الباحثين لسه شغالين على تطوير المشروع وبيتوقعوا إمكانية استخدامه في المستقبل من خلال العمليات ذات التدخل الجراحي المحدود ومعالجة الخلايا والأنسجة وإصلاح الآلات الصغيرة. من ناحية تانية، في مجموعة من العلماء اللي شغالين في شركة من الشركات الإلكترونية اخترعوا روبوت بيحاكي الأشخاص المتوفين. وظيفة الروبوت ده إن ممكن يتكلم مع أهل المتوفي بنفس طريقته في الكلام، وده طبعاً بعد برمجته علشان يكون نسخة طبق الأصل من المتوفي. العلماء دول استخدموا في مشروعهم الصور والبيانات الصوتية ومنشورات الوسائط الاجتماعية والرسائل الإلكترونية وكمان المعلومات الشخصية للموضوع علشان يعملوا تمثيل واقعي يقدر من خلاله الروبوت إنه يتقمص جوهر الشخصية بحذافيرها. حتى العلماء اللي شغالين على الابتكار مؤمنين جداً بأن الروبوت ده هيجاوب على أسئلة أفراد الأسرة بنفس الكيفية اللي كان المتوفي بيجاوب عنها. كمان في روبوت تاني بيتم تصنيعه في الوقت الحالي هو الروبوت رباعي الأرجل. روبوت حقق إنجاز بطولي وقدر يقطع مسافة 120 متر صعوداً في جبال الألب في مدة 31 دقيقة بدون ما يقع أو تحصل له أي حاجة خالص. التقدم التكنولوجي في صناعة الروبوت ده بالذات ممكن يكون نقطة انطلاق لتطوير روبوتات جديدة وأنواع تانية من التقنيات الروبوتية اللي هيتم الاستعانة بيها علشان تنفذ مهمات معينة في التضاريس والمرتفعات اللي بتعتبر شديدة الخطورة بالنسبة للبشر. التقدم العلمي والتكنولوجيا عامة حاجة من أحلى الحاجات اللي حصلت للإنسانية في الفترة اللي فاتت، لأنه زي ما شفنا الروبوت الأخير اللي بأربع رجلين ده ليه فوائد كتيرة جدا. ممكن في ناس بتحب تتسلق الجبال وبيحصل لهم حوادث، ممكن يقدم ليهم المساعدات لو ما حدش عارف يوصل لهم وغيره من المساعدات اللي ممكن يقدمها. لكن في وجهة نظري المتواضعة إنه مستحيل الروبوت تقدر تحل محل الإنسان. يعني شفنا طبعا كمان النموذج بتاع الروبوت اللي بياخد مكان حد توفى وبيقعد مع أهل المتوفي ده، أنا بالنسبة لي حتى لو هيقوم بمهام الإنسان هو مش هيقدر يحل محله، لأن حتى لو الإنسان بيقع في الغلط الروبوتس كمان بتحصل لها جليتشز، يعني هم كمان ممكن يبوظوا يعملوا حاجات مش، يعني أنا مش حاسة أن هم في يوم من الأيام حتى لو وصل بينا العلم لأنه هيقدر يحل محل الإنسان. مستحيل طبعا، هو الإنسان هو اللي بيطوع كل الأدوات المتاحة بالنسبة له وهو اللي بيستخدم كل الإمكانيات المتوفرة لصناعة هذه الروبوتات. هو كمان اللي بيغذيها بالمعلومات، هو اللي بيحركها، هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي بيديها الأوامر. فبالتالي مستحيل أن الروبوتات تتفوق على الإنسان في يوم من الأيام. لكن الجميل في الموضوع أن احنا بنستغل كل الأدوات المتاحة من أجل راحة البشر. يعني احنا شفنا مثلا ان هو ممكن يصل، هذه الروبوتات تصل لاماكن فيها خطوره زي ما كانت بسنت بتقول. شفنا روبوتات بتفك الغام في بعض الاوقات، شفنا روبوتات بتعمل عمليات جراحيه وبتعمل عمليات دقيقه وقد تتفوق. لكن في النهايه نقدر نقول ان الانسان هو برضو المسيطر على كل هذه الامور. لكن الجميل في الموضوع ان في توجه عام لكل الدول لاستخدام التكنولوجيا في كل القطاعات، وزي ما انت قلت ليهم فوائد كتيره جدا. حتى في الكورونا كمان كان في روبوتس اللي بتقدم الاكل، فده كان حاجات صحيه فعلا. انا شايفه انه
التقدم العلمي عامه حاجه بتفيد الانسانيه، لكن في ناس، لان كان في جدال ساعات بيحصل يا شاذلي انه هياخدوا بقى مكان الانسان، يعني حتى كانوا بيحاولوا يخلوا مذيعين روبوت في بعض الاحيان. لكن انا بشوف انه زي ما انت قلت الطريقه اللي حتى بيقدم بيها الانسان شغله في اي حاجه، اي مجال ايا كان، ما ينفعش الروبوت اكيد او انسان آلي يحل محله.